استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بقصر سموها المهنئين بشهر رمضان المبارك. فقد استقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وأعضاء المجلس الذين قدموا لسموها أسماء آيات التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، معربين عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بحلول هذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين جميعا. We'll be right back.